سيريو اناليتكس يعني حاجات داخل تقول صف الدواكس تعمل في ووش تمام؟ اشهر حاجه طبعا بتتاخد اللي هي علشان تعمل في ووش يا اما كان حاجه اسمها اللي هو كان سليب باي كربونيت بلاش لازم كروسايد طبعا في حاجات فيها زي انزيمز كده زي مثلا بيبو واكس او سيريو واكس دي كلها حاجات علشان ايه بتتاخد فيها سوفتنس عشان تبقى اللي هو الواكس ده صافي وبالتالي تقدر تدس الود بسهوله. المالتي كارنت طبعا زي المستفيد زي كان زي الكلاستين زي الحاجات علشان تقدر في ايه تشيل الفارمز. الانتي بايوتكس بقى ملهاش فايده عشان تبقوا فاهمين يعني ملهاش فايده الا لما يكون في بيرفوريشن في الميديكيل. الانتي بايوتك اير دروبس هي نفسها الاي دروبس it is only absorbed from mucous membrane. فلما تتحط في الاكسترنال كمان خلاص وتتحط في الاكسترنال كمان it will not be absorbed by the skin. يعني توبراكس توبراكس ايزوبتوماكسيترول كل النقط اللي موجوده اللي فيها انتيبيوتكس دي لو العيان عنده ليفل في ويت مهم ملهاش فايده خالص. ما تروحش تكتب له ايه الدروبس فيها انتيبيوتكس لانه it will not be absorbed by the skin. It will be absorbed only from the mucous membrane. يعني لو الايه is لو البريك مبريك is perforated وبتنزل بس ساعتها هتشفط له الباس ده علشان ما ينفعش تحط ايه الدروبس والباس موجوده فبتشفط اللي هو الباس وبتحط ايه الدروبس علشان يحصل لها absorption من الميوكس membrane بتاعه الميديت اير علشان بسبب وجود البرفوريشن. يعني الايد دروبس دي هتعدي من جوه البرفوريشن وتشتغل على الميكوزا بتاعه الميديت اير بالذات لما يكون فيها ستيرويدز اند ايه اند انتي بايوتكس. ليه انا بعمله انتي بايوتك اير دروبس للاستاذه كمان اللي هي بيبقى ليها زي جليسيريش بيز عشان تبقى تمتص من السكين لازم تكون تقيله شويه تكون فيها تبقى اويلي بيز. اوكي؟ طيب العيال هتقول له خد النقط دي تروح تقول له ايه نقط ولاده احط كام نقطه يا دكتور؟ هتقول له كام؟ ثلاثه طبعا ده الرفع السحري اللي لما نزلت في اي حاجه خد ثلاث مرات حط ثلاث نقط. طبعا ده مش ايه ما تحطش كده انا عشان بحط ايه دروبس بالذات لو الود مخروبه عشان نملى الميد اير والباستايل بتاع والكلام ده محتاجين فروم 8 تو 10 دروبس تمام؟ طبعا مش هتيجي تفخ ثلاثه ايه تقدر تروح حتى كله صح؟ ما تحط له ايه؟ حط ثلاثه خلاص لا بنحط فروم 8 تو 10 دروبس وبنحط النقط ازاي؟ بهيشه ليه طيب كده لو انا بحط نقط ثلاثه خلاص هتروح واقعه ومش هتوصل. العيان بينام على جنبه زي ما انتم شايفين كده ويند اللي احنا بنحط فيها هي الويند اللي فوق اه طبعا مكتوبه يعني ها زيت حد بيساعده انه يشد له ويند اه والباكورد اند داكورد ليه؟ علشان تخلي الاكسترنال كمان ستريت كده تمام؟ وبعدين بلقط له تو دروبس واعمل كده تو دروبس تاني واعمل كده عشان النقط تخش جوه بعد ما رقم جول اللي هو ايه الدروبس دي هيستنى 10 مينتس عشان لو هو قال كده على طول النقط دي كلها هتقع على الوقت فبيستنى 10 مينتس بعد كده ممكن بعد كده بقى هيقوم زي ما هو عايز بس هنحط وقت في ويندو لمده تلت ساعه او نص ساعه. اوكي؟ لو سالت في ناس كتير جدا او حتى لو سالت النايب اللي عندك حتى في القسم يعني ازاي نحط وقت ده مش هيعرف. جزء كبير جدا بيعرف من كتابه الدوله اللي هو العيان ان انت تقعد على انت يعني تتكلم معاه تفهمه عليه ايه ها وتفهمه علاجه ايه وتفهمه العلاج ده يتاخد ازاي. هو العلاج ده مين؟ زي الديسكس زي الحاجات دي كلها في بعض انواع في بعض انواع العلاج صعب شويه في تاخدها لازم تفهم العيان ياخد العلاج ازاي علشان يبقى افكتيف بعد كده. اوكي؟ فدي طريقه ان احنا نحط اير دروبس في المحاضره بتاعت البطوليه دي. ممكن طبعا تحفظ الكورس بتاع البطوليه الاير بين تحفظ الكورس بتاع الاير بين اللي هو طبعا اهم حاجه ان فيه لوكال بين وفيه ريفيرال بين والريفيرال بين بالنسبه لكم انتم اهم من ده اللي انتم هتشوفوه
اكتشف. اوكي؟ وان انت بس ايه تتعلم دي اللي هي مش في الكتاب بس ولا في اي كتاب، انت تتعلم ازاي تقول للعيال ازاي يحط الاوض فوق. اوكي؟ بس. اي حد عنده سؤال؟